ازيك يا ولد؟ صباح الخير. صباح الجمال يا حاج. ايه صباح الفل. ايه ده عبير؟ تعالي حبيبتي تعالي. ايه ده؟ ايه النشاط والحيوية دي كلها؟ وحشتني، جيت لك من بدري بس انت تأخرت علي. انت كمان يا حبيبتي وحشتيني قوي. فيك ايه يا عبير؟ ولا حاجة، بس الحمل تعبني شوي. حمل؟ انت في حاجة جواكي ناحية الواد كريم؟ كريم؟ لا. طب عيني في عينك كده. أنا بحب سليمان ومرتاحة معاه ونسيت كريم خلاص، بس يمكن لما شفته بيتجوز صعبت عليا نفسي وقعدت أسأل كان فيا ايه وحش للدرجة دي عشان يعمل معايا كده. حبيبتي انا مقدر حالتك ومقدر صراحتك. بعدين يعني ما تنسيش انك ست متجوزة وشايلة في بطنك اول حفيد ليا. صح اللي بتفكري فيه ده يا عبير؟ لا انا كريم ما بيجيش في دماغي خالص، انا بقولك صعبانة عليا نفسي، ولو كان اي حد غير كريم كنت ضايقت برضه. غلطانة يا عبير، انت تحمد ربنا وديك بتقول انك بتحب جوزك ومريحك. ربنا سبحانه وتعالى شال ايدك من الخسرانه وحطها كسبانه. كريم ده واد براوي كان هيطلع البلا الازرق على جدتك صدقيني. عبير حبيبتي انا هزعل منك لو عرفت انك بتفكري في الموضوع ده تاني، لانه عيب. عيب وما يصعش. اوعديني. اوعدك. ربنا يخليك لي. ابعد يا بنت، اقعد على الباب والله العظيم اشقك نصين. انا هصيح دمك وهتبعك لو دخلت البيت ده، انا بقول لك اهو. طب افتح بس يابا وبعد كده نشوف ايه اللي هيحصل. يابا وجالك قلب طول يابا؟ قلبي وربي غضبانين عليك ليوم الدين. ربك؟ هو انت افتكرته دلوقتي؟